والله فرحتي ما بعطيها لحدا. فرحانة والله لأني هيك صار أولادي يسمعوا. والله فرحانة. أنا أم خمسة أولاد صما وبكم، أولادي بحاجة سماعات، يعني بتمنى أن يكون أولادي يعني لو واحد منهم بيسمع. يعني أولادي انحرموا من المدرسة وانحرموا مع لعب مع الأولاد الجيران. يعني حاولت حتى قلت إذا لوين بدي أوصل، أنا بدي أسعى لأولادي، بدي أسعى لأولادي، وبتمنى يعني مثلي مثل أي أم إني الله هيك يطعمني يعني وما قطعت الأمل. آية سمعانا؟ تمام تمام الحمد لله. وانت ياسمين تمام؟ اليوم الحمد لله أعطوهم سماعات لأولادي، هني لسه ما بيعرفوا أساميهم، بالتدريج إن شاء الله بيصيروا بيعرفوا أساميهم وبتتكمل فرحتي. يعني بلكي هيك إن شاء الله بيروحوا على المدرسة، بيصير شيء بحياتي شيء جديد يعني وبحياتهم يعني الحمد لله. إن شاء الله الله يوفقه للي تبرع عنا والله يجزيه الخير، وإن شاء الله الله يفرحه بحياته مثل ما هلأ فرحني أنا.